أنا والله اخترت عن طريق الصحافة الإقليمية في أسوان هنا إنه في تطعيم للوباء بتاع كورونا في لقاح هنا في اللقاح في مستشفى الصدر بأسوان، والحمد لله جيت وخدت اللقاح بتاعي، ونشكر القائمين على هذا المشروع العظيم في حماية المرضى، وبالذات نخص بشكر فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده الجبارة في حماية الشعب المصري. هذا شيء آمن، والوقاية خير من العلاج يعني. ثم انه السيد وكيل وزاره الصحه في اسوان الطعم، عميد كليه الطب الطعم، مدير مستشفى الطعم، ورئيس الجامعه الطعم، كل الكوادر الطبيه في اسوان الطعم، اعضاء هيئه تمريض الطعم، فده شيء يعني شيء جيد وشيء كويس، يحسب للقياده السياسيه وللدكتور وزير الصحه ان هم بيراعوا صحه المواطن والمواطنين. انصح الكل اللي محتاجين للقاح بالامراض المزمنه، فهم يعني هم اولى باللقاح ده، لان احنا ما كناش متوقعين ان يجي بسهوله خالص كده، لكن جاب بسهوله وما فيش اي اعراض تاني يوم ولا اول يوم ولا حسينا باي حاجه. وربنا يبارك في الرئيس السيسي وفي اللي بيعمله، صدقيني يعني احنا بندعي له دايما ان ربنا يبارك فيه يا رب.